اهلا أهلا بكم اصدقائنا الاعزاء، يعني في هذه الامسيه اللي فيها يعني هتكون محاوره بين يعني قامتين من قامات الفكر والقامات كمان الاكاديميه حول موضوع يعني مهم، وهو موضوع الايمان وخصوصا الايمان الديني. هل يا ترى يعني كما يقول بعض علماء الكلام أو علماء اللاهوت أن الإيمان مسألة عقلية صرفة، وأن يعني البحث في أدلة وجود الله وأدلة النبوة أو أدلة اتصال هذا الدين أو ذاك الدين بالسماء مسألة يعني زي مسائل الرياضيات البحتة، أو مسألة ممكن يتعرض بها المنطق سواء كان المنطق الصوري ولا الرمزي ولا يعني أي نوع من أنواع المنطق متعدد القيمة، ولا بمنهج علمي تجريبي ممكن نوصل لحقيقة في هذه المسألة اللي هي بتهم كل الناس تقريبا، ولا يا ترى المسألة مرتبطة بالشعور؟ المشاهد لينا ان يعني اكتر من 90% من اهل الاديان سواء كان يعني الاديان الابراهيميه يهوديه ومسيحيه واسلام، او اديان غير ابراهيميه بوذيه وهندوسيه وكونفوشيوسيه وغيره، حتى الاديان بتاعه القبائل التي تسمى بين قوسين قبائل بدائيه، كل هذه الاديان ال 90% من المعتنقين ليها بسبب الوراثه، أو كما قال القرآن: إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. هكذا يفعل معظم أهل الأرض، إلا أحاد أو عشرات أو حتى أقول آلاف، ولكن بكل حال ليسوا ملايين، يتحولون من دين إلى دين، من الإسلام إلى المسيحية من كذا. وغالبا يعني في مشاهداتي للناس اللي شفتهم بيتحولوا للإسلام في بريطانيا عندما كنت أعيش هناك، اغلبهم باسباب يا اما عاطفيه، ارتباط رجل بامراه او امراه برجل، او اسباب ممكن نسميها يعني نفسيه سيكولوجيه، وقلما ان يكون احد هؤلاء اسباب لبحث علمي حقيقي. الليله يعني هنطرح الكوره في ملعب الاستاذ الدكتور حسن حماد، استاذ علم الجمال وضيف الصالون هنا لمرات متعددة، وعميد كلية الآداب السابق، وأيضا معانا كمان الدكتور أستاذ الدراسات العربية الدكتور محمد رحومة، وعميد كلية الدراسات العربية والإسلامية السابق، والتي تسمت أصبحت هي الكلية نفسها سابقة الآن، وأصبحت الكلية تسمى كلية دار العلوم جامعة المنيا. فالموضوع يعني يا ترى هل الإيمان يعني مسألة زي ما قلنا قائمة على النظر العقلي المحض والفلسفي؟ هذا طبعا بينكره كثير من الفلاسفة على رأسهم مثلا إيمانويل كانت، وحتى بعض الفلاسفة المتدينين زي الفيلسوف الوجودي المسيحي كيركيغور، الذي قال: أنني حتى أؤمن، وهو كان يعني مسيحيا متدينا، لابد ان اعمل شيء يسماه هو قفزه الايمان، يعني قفزه لا منطقيه، يعني ممكن العقل يؤديك الى مثلا وجود صانع، لكن عشان تصدق ان الصانع ده هو فلان، يعني هو يهوه، هو شيفا، هو امون، وان الذي يمثله في كوكب الارض من بني البشر فلان او علان، هذه محتاج ليها قفزه زي قفزه الايمان. وضرب مثل في كتابه كيركيغور بقصة إبراهيم، وإنه ذبح أحد عياله على خلاف هو بين الأديان، يعني طبعا غالبية الناس يقولوا إسحاق وبعض الناس يقولوا إسماعيل، لكن بغض النظر واحد بيذبح ابنه عشان شاف حلم، فهذا طبعا شيء غريب، يعني لابد أن يقفز قفزة الإيمان يعني حتى يعني يتملكه هذه الفكرة فتدفعه لذبح ابنه، وليس لأنه رأى الله مثلا، أو لأنه جاءته الملائكة، أو شيء، أو لأن الولد فعل معصية أو فعل شيء يعني بطال، لا، ده طفل كان يعني في سن الحلم، وكان الولد يعني بلا خطيئة أو ذنب، والأب أمر من خلال منام إني أرى في المنام أني أذبحك، إلى آخر الآيات القرآنية، وقصة أيضا موجودة في العهد القديم في سفر التكوين.
الآن يعني سيكون نظام هذه المحاورة أو المناظرة، ولكنها مناظرة محبين ليست مناظرة، محاورة محبين. لأن أنا المناظرة يعني خصوصا في الثقافة العربية أحيانا تتحول إلى صراع. صراع الحمد لله احنا بعيد عن بعض يا استاذ احمد. الاتجاه مش هيحصل بعيد عن بعض يعني. بينكم المحيط الاطلسي، فمش هيحصل يعني مش هيحصل ضرب. هنط واجيلكم، هنط واجيلكم بقفزه الايمان، هنط واجيلكم. اه طبعا المعجزه. هنسال السؤال للدكتور محمد رحومه، يقول لنا يا ترى هل الايمان واسباب التحول الديني واسباب اعتناق الدين يعني بادئ ذي بدء؟ يعني لان مثلا لو قلنا المسيحيين 2 وشوية مليار، فعلى الاقل 2 مليار منهم هم مولودين بابا وماما مسيحيين، فبقى مسيحي وبابا وماما بقوا كان في مذهب معين من المسيحيه بقوا نفس المذهب. ونفس الشيء المسلمين دكتور حسن، يعني 90% من المسلمين لو كان المسلمين 1.8 فاكثر من 90% منهم هو العمليه بسبب لقاء حيوان منوي بويضه في ليله الليلاء أصبح هذا الشخص يعني منتمي لثقافة ما ودين ما وطائفة ما ولغة ما وكل هذا الكلام. نسمع دكتورنا الدكتور محمد رحومة أولا، ثم يعني أنا والدكتور حسن هنقفل المايكات ونعدله 15 دقيقة، وبعد ذلك الدكتور حسن حماد يعني يكلمنا. تفضل يا دكتور. أهلا بكم. وطبعا أنتم عارفين أمة العرب بتحب الكلام، أمة يعرب بتحب الكلام، فحتى لا يكون الكلام على عواهنه انا هقسم، هستخدم الفرامل الاوتوماتيك بتاعي واجبح جماح سياره مداخلتي واقسم الموضوع الى عده نقاط. في الاول انا في بشكر الدكتور حسن لانه هو السبب في هذه الحلقه. الدكتور حسن ينتمي إلى الجيل النظيف لعلماء اتخرجوا من جامعة المنيا، ويعني أنا سعيد بلقائه وفرحان إن أنا أخيرا بلتقي معه، والشكر للمستشار نبيل النقيب إنه وصلني بيه، لأنه أنا فعلا كنت بدور عليه بس مش عارف أوصله إزاي. برضو الشكر للأستاذ أحمد، أنا معجب به فعلا وأرجو ألا يغتر من إعجابي به، لأن أنا حسيت كده بنغمة كده وهو بيتكلم كده يعني، لكن لا لكن فعلا أنا معجب. من تواضع لله رفعه، رفعه ورادعه. أنا خايف يرزعك. لكن فعلا ثقافة ثقافة مخيفة، بيعرف في الفلسفة في الفن في تاريخ في كل حاجة، في الكتاب المقدس في القرآن الكريم، مش مخلي الراجل مش مخلي. فأنا بشكره وبحييه، وأنا مش بقدم نفسي كأكاديمي، أنا بقدم نفسي كواحد بسيط عرف الرب يسوع وفرح به، وهتأتي هذه القصة في أثناء حواري أو ورقتي التي ألقيها الآن. أول نقطة أنا أتكلم في 5 نقاط: العقل والقلب، تعريف المصطلحات، موقف الدين من العلم سواء أي دين يعني، و4 خطورة العقل فقط، 5 الإيمان. هختم ببعض أمثلة من الكتاب المقدس وقصتي أنا شخصيا كده. تمام، 5 نقاط. النقطة الأولى، هو فيه فعلا إشكالية واللي احنا بنصطنع هذه الإشكالية؟ في حاجة اسمها يعني عقل فقط، طب ازاي؟ طب قلب فقط او وجدان فقط، طب ازاي؟ يعني مفيش سكينة سحرية تفصل بين هذا وذاك، الاثنين مختلطين. واذا كان العلماني بينظر الى اللحظة الآنية، فان المؤمن ينظر أو ينتظر الآتي، خلاص، ويعيش على الرجاء القادم. طيب عشان نقول العقل ولا القلب، خليني أقولها لك بمعنى تاني: المية ولا الهواء؟ أيوه، مية ولا الهواء؟
يعني أنا قرأت إن الإنسان يقدر يعيش من غير أكل ممكن 7 أيام، من غير شرب ممكن 3 أيام، من غير هواء هي 30 ثانية ويتكل على الله. فالهواء ما أقدرش أقول مين الأهم، هواء ولا مية، ما أقدرش برضو، ما أقدرش أقول هنا ولا أفصل هنا بين العقل والقلب. يعني يمكن هتذهلوا من الطرح اللي أنا بطرحه. أنا خدت كم دقيقة دلوقتي؟ لسه. مشكلتي طبعا إن أنا واقع بين طرفي المقصلة، واحد فيلسوف يعني ومشهود له بالنشاط الواسع واستخدامه الموفق أحيانا لعقل. أنا بحب أشكس مع الدكتور حسن كتير. فمع بين 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 طرفي مقص أو مق، واحد علماني مخيف والتاني فيلسوف خطير، وأنا مطلوب بقى إيه؟ أدافع بلغة الإيمان الوجدان العطف يا حبايبي، ما يعني أنا بصرخ في وادي فين فين. طيب، فعندي سيدنا العلماني وعندي سيدنا الفيلسوف، فأنا حائر بينهما. أنا بقى أستخدم القفزة الإيمانية بتاعتك برضو وأصل، يقول يا رب وفقني النهاردة يعني بعد الحلقة دي يتعمدوا، عندي أمل ليه لا. فأنا بقول إن مفيش إشكالية، أنا بقول مفيش إشكالية، وهندخل في تعريف المصطلحات عشان نقرب الموضوع. إيه هو الإيمان؟ طبعا الإيمان هو يقين ويقين المعرفة، وكل ما تطلبونه حينما تصلون فآمنوا أن تنالوه. الإيمان الثقة بما يرجى، عندنا الثقة بما يرجى، والإيمان بأمور لا ترى، لا ما فيش حواس. وده في إصحاح في عبرانيين، ولأننا بالإيمان نسلك لا بالعيان، بدون إيمان لا يمكن إرضائه. يبقى الإيمان، وحتى الإسلام بيقول بيعرف الإيمان بأنه التصديق الجازم بكل ما أخبر به الله ورسوله مع الإقرار والطمأنينة والقبول والانقياد. هو ما بعيدش كتير التعبير تعريف الإيمان بين الإسلام أو المسيحية، ما بعدناش. طب وإيه هو العقل؟ العقل بقى مجموعة من القدرات تتضمن الإدراك، التقييم، التذكر، أخذ القرارات، وهو ينعكس في بعض الحالات على الإحاسيس، على القلب، على الوجدان، والتصورات والعواطف والذاكرة والتفكير والرغبات والدوافع والخيارات واللاوعي. يمكن العقل هنا خارق فعلا، لكن أيضا طب نعرف الوجدان وبعدين ندخل الوجدان بقى. الوجدان عاطفة على نفسية تتضمن السعادة، الحزن، الغيرة، الغضب، كل أحاسيس الإنسان. التحليل النفسي بيأكد أو بيعرف الوجدان بأنه الأنا العليا أو المكون الأخلاقي للشخصية. فالوجدان تركيب تعريف لغوي أنه حالة نفسية تجعل الإنسان متأثرا بعواطفه أكثر ما يكون متأثرا بإيه؟ بفكره. إدراك الشيء بالحواس يعد مشاهدات، إنما إدراك الشيء بالحس الوجداني يسمى وجدانيات. عرفنا المصطلحات، أظن إحنا ماشيين حلو كده. نحط الورقات دول بعيد عشان ما يلخفونيش. طيب، موقف الدين من العلم، موقف الدين من العلم، أي دين، أي دين، مسيحي، إسلامي. طيب، الإيمان المسيحي ينبع من المعرفة بالله. من غير معرفة بالله ما من غير معرفة لا إيمان لا يقر العقل أو يتعارض معاه، لا إيمان لا يقر العقل أو يتعارض معاه.
لكن الإيمان والعقل هما الجناحان اللذان بهما يمكن العقل البشري من الارتقاء إلى تأمل الحقيقة. الله هو الذي دفع وضع في قلب الإنسان الرغبة في معرفة الحقيقة. يعني الاثنين مشتبكين. المسلمين يعتقد المسلمون أن المسيحية ديانة تركز على العاطفة وأن الإسلام دين العقل. الدين يحدثنا الذين يحدثون عن نبوات ومعجزات وملائكة وهذا يتعارض مع العقل. لكن لا يوجد دين عقلي. دين عقلي ده ما حصلتش. الدين ما أقدرش أخذ المعمل، ما أقدرش أشرحه، ما أقدرش أمنهجه في داخل المختبرات، ولا ما ينفعش. الغزالي في تهافت الفلاسفة قال إن حقائق الأمور الإلهية لا تنال بالعقل، بل ليس في قوة البشر الاطلاع عليها. يعني ما تقدرش تقيس الأمور الخارقة دي بقوة العقل، لا، لأن الله لا يوضع في قنينة أو في بدأوا يشتغلون الجماعة. وكذلك ابن رشد قال إن الإسلام ليس دين عقل، بل هو كغير من الأديان فوق العقل. أظن يعني الأمور الغيبية كالوحي والنبوءات وغيرها من الشرع وليست من العقل. المسيحية لا تعتمد على العقل فقط، لكنها لا تتعارض معه. يعني المسيحية ما تعتمدش على العقل بالحجر أو بالأساس، إنما لا تستبعد العقل، ولا يوجد إيمان مسيحي يتعارض مع العقل. إذن نعيش معجزات العقل وإنجازات العلم. أنا عايز أقول لكم حاجة الحتة دي. طب أنت بتصدق المعجزات العلمية اللي إحنا فيها؟ يعني زي إحنا بين ثلاث أماكن مختلفة، بينه وبينكم حوالي 8000 9000 ميل، وموجودين مع بعض. مش دي إنجازات العلم؟ الكلام ده لو قلنا من 30-40 سنة محدش يصدقه. طب معنا بنؤمن اهو بمعجزات العلم، ليه مش بنؤمن بمعجزات الروح؟ ليه مش بندي الروح الباور، القوة الكامنة التي تستطيع ايضا ان تخرق المستحيلات؟ ليه بنتفه الوجدان، او بنسخف من دور الوجدان، او بنقلل من اهمية الوجدان؟ يعني أنا برضو بذكركم، هو الوقت لسه، بذكركم بتفاحة أينشتاين. يعني أكيد التفاحة مغرية ونازلة من الشجرة، صحيح خبطته في راسه، لكن مغرية تتاكل. فضل لك 5 دقايق يا دكتور كمان. طيب أشكرك الرب يباركك. طب خلاص بلاش سيبني من الرجل ده. خلاص، خطورة بقى العقل. دي النقطة الرابعة قبل الأخيرة. خطورة العقل ولا العقل والعلم لا يكفيان، ما ينفعوش تعيش بيهم. انت رحت فين؟ طال الحمد لله. قد تكون عالما بالكتاب المقدس، وانا ازعم ان الاستاذ احمد يعرف جيدا الكتاب المقدس، لكنه بعيد عن الايمان الحقيقي، لانه مسكه علم ناشف جاف، حقائق علمية، أرقام، معلومات، دي ما تعملش إيمان. أنت تحتاج لخبرات روحية عشان تخلي اللي أنت قريته يتحول إلى قوة دافعة تستثيرك وتطلع الكوامن اللي فيك والوجدانيات اللي فيك. العقل أوصلنا إلى قفزات علمية زي ما بقول لكم وتكنولوجية، لكننا خسرنا الحكمة. أصبح العلم والعقل أدوات لها مخاطر على البشرية يا دكتور حسن، وأصبح العقل يسيطر على العالم. ولكن ثبت أيضا أن الذكاء ليس له علاقة بالحكمة. اليوم اكتشف يا دكتور حسن الفلاسفة المعاصرون أنهم أنتجوا بعدما اكتشفوا الحقيقة
انه كله بالعقل، انتجوا حضارة مشوهة او انتجوا فلسفة مشوهة، شوهت العالم، شوهت صورة، ما كله بيدينا معلومات، كله بيدينا حاجات تحليلات، بس مش بيديني سعادة، مش بيديني فرح، مش بيديني يعني. حتى ركزتوا على المعلومات تركتوا السعادة الفرح، وبالعكس ده انا بشوفهم بيعتبروا الفرح والسعادة دي بلاها وغباء، وان يعني يلا لازم تشقى زي ما في الكتاب في جامعة بيقول كثرة العلم تعمل اكتئاب او تعمل نوع من الحزن او الغم، كثرة الحكمة الذي يزيد علما يزيد حزنا. طيب خلينا ادخل بقى على النقطة الاخيرة عشان واضح ان الرجل مسك لي العصاية. النقطة الاخيرة هي الايمان بقى، ده عايز نبعد بقى عن التحليلات ونرتاح ونسلم، ادي افتح قلبك شويه ليا عشان تسمعني عشان تفهمني، ما انت مش هتفهمني بهذا العقل اللي بيتحداني او عامل لي زي ما يكون ده مش عقل، بعد ده مش العقل، لا اصبر عليا شويه واسمعني. مثلا انا هقدم لك مثلا بنحتفل الاسبوع الجاي بمثل الابن الضال في الكتاب المقدس، أراه طبعا الاستاذ احمد. الراجل الولد ده بيحكي المثل عن راجل غني كان عنده عيلين صغير وكبير، الكبير قال له اديني فلوس وهمشي، اديني ورثي، خد ورثه وراح ضيعه واتبهدل وجاع. المهم خد قرار الابن الضال ده، خد قرار قال لك اقوم واذهب الى ابي، بس هذا ايه اللي ورا القرار ده؟ هقول لك اللي ورا القرار ده. فرجع الى نفسه القرار وجداني مشفوع بالعقل، واخد بالك؟ اوريك برضو قصه المراه السامريه قبل ما اوصل لقصه محمد رحومه، وبرضو اخليها في دقيقتين بالظبط، مش ازيد، او اديني دقيقتين من بتوع الدكتور حسن، ما هو حبيبي واخويا. المرأة السامرية خدت قرار الإيمان بعد ما سمعت وتناقشت وجادلت زي اللي انت كنت عايز تعمله معايا، انت عايز تجرني للمجادلة وعايز تقول لي وجادلهم بالتي هي أحسن، بس أنا قلت لك أنا مش بتاع مجادلة. لما وصلت السامرية إلى النقطة الفاصلة قالت له الحاجات الحلوة دي هيجي المسيح، فمتى جاء ذاك يخبرنا بكل شيء. فراح على طول فاجئها بالقفزة الإيمانية، أنا هو، أنا الذي أمامك، أنا الذي أكلمك وهو أنت. هي بتستنى المسيح بالعقل، بتستنى المسيح بالنبوءات، بتستنى المسيح وجادلت وهو مش عارفة هو مين، هو اللي قدامها، قال أنا المسيح. آخر حاجة قصتي أنا شخصيا في دقيقتين. لما تحدثت مع الأسيس، قصة طويلة، هاخد النقطة المضيئة أو اللي فيها خلاصة التجربة. لما تحدثت مع الأسيس عقليا رافض، إيه ده أنا عميد كلية إسلامية وجاي أسيس يضحك عليا، أنا اللي اتصلت. لما أنا قعدت أجادل مع الأسيس، أنا بس بكتبهم عشان ما كترش الكلام، لما انا قعدت اجادل مع الاسيس شفت يسوع. هتقول لي ده ما نصدقكش، هقول لك هفاجئك بحاجه ما استخدمتش حواسي وانا بشوفه، انا الحواس تماهت مع بعض. يعني تقدر تقول لي انا شفته بعين قلبي، يعني القلب ده تحول الى نظر، يعني ازاي؟ ما اعرفش، الحواس ساعتها بتتعطل وبتتداخل وبتبقى في حالة تانية خالص. أنا كنت بقرأ من فترة عن تجارب العائدين من الموت، كانوا بيقولوا الكلام بالتخاطر، يعني لا الأرض بتتكلم عربي ولا ربنا بيتكلم عربي، خلاص الكلام بالتخاطر، بالتخاطر يا جماعة. طيب تدخلت الحواس لكن الموقف ملأني، دخل جوايا الموقف خلاني أعيش حالة وجدانية بعقلي أيضا،
معنى العقل لم يكن منفصلا بدليل ان انا جدلت مع الاسيس، لكن لما شفته ولما ملاني وجوده نسيت العقل ونسيت اي حاجه وما اعرفش انا شفته ازاي وبايه وباي حواس، ولذلك قبلته ولذلك دفعت الثمن، والى هذه الساعه نجوع ونعطش ونعرى من اجل ان نعلن مجد المسيح. اشكركم واشكركم على صبركم معي. مشكور جدا دكتورنا الغالي، واحنا الان يعني تجاوزنا الدكتور حوالي ال 18 دقيقة، فهعطي الدكتور حسن يعني 18 دقيقة. اديله 13 وسيبه بس، مالكش دعوة انت. لا لا لا، لازم اذا حكمتم لازم نحكم بالعدل. المهم فالدكتور حسن هيتكلم 18 دقيقة، او ممكن عشان هو يعني صديق غالي اخليه يوصل للعشرين زي بعضه، مفيش مشكله، ونعمل له قفزه ايمان يعني. انتوا الاثنين انا عارف. ايوه اقول لك محتاجين عليك الدكتور حسن يتكلم، وبعد كده يعني ممكن نتحول الى حوار بعد هذه المحاوره او المناظره السريعه حول الايمان، عقلي ام وجداني. ويعني من كلام الدكتور رحومة يعني هو بيقول ان الايمان لا يتناقض مع العقل، وكما يفترض هو يعني، ويقول ايضا ان الوجدان وحتى المعجزة، فكرة المعجزة فكرة محورية واساسية، سواء كانت المعجزة ان الواحد يشوف المسيح وهو يعني شخص غير موجود في عالمنا المشهود والمنظور، وطبعا عارف في ناس بيقولوا انه حي في السماء او حي في مكان او في مكان ما، مفيش مشكله. ففكره ان ايه، ان الايمان الدافع الرئيسي للايمان كان عند الدكتور رحومه هو رؤيه المسيح رغم رفضانه العقلي ويمكن القلبي كمان للايمان، ولكن رؤيه المسيح جعلت قلبه يحن ويقبل الايمان. فايه تعليق الدكتور حسن على ما سمع، وتعليقه بصفته كمان يعني استاذ فلسفه، واستشهد معي يعني قبل ذلك عده مرات بكلام كيكيجور الذي هو ادرى به مننا يعني، فيقول لنا الموضوع، هل هي قفزه ايمان؟ هل هي ايمان عقلي محض؟ هل هو حاله نفسيه وروحانيه؟ هل هو معجزة أو تصور للمعجزة؟ تفضل، وأنا والدكتور رحومة هنقفل المايكات بتاعتنا ونترك حضرتك تتكلم دون مقاطعة. تفضل. مساء الخير طبعا على حضراتكم جميعا، ومساء الخير على السادة المشاهدين والمشاهدات. وأنا استمعت جيدا لكلام الدكتور رحومة، وكلامي يعني لن يكون بمثابة التعقيب، ولكن بطرح وجهة نظري اولا واخيرا. وبالتاكيد انه كلام الدكتور رحومة اثار بعض الامور وبعض الاشكاليات اللي انا لابد ان اقف عندها قليلا، مثل العلاقه بين القلب والعقل او بين الوجدان والعقل. لكن بدايه بنجد انه الاديان عموما يعني اي اديان، سواء كانت اديان إبراهيمية أو ما نسميها بالسماوية أو أديانا إنسانية، كل الأديان يعني كل الأديان بكل أنواعها بتخضع لثلاث أمور. الأمر الأول هو الميراث، ويمكن حضرتك اتكلمت يا أستاذ أحمد فيه، أنه نحن نورث دياناتنا من خلال آبائنا وأجدادنا بهذا المعنى. الجانب الآخر وهو العاطفة، الإيمان مصدره العاطفة أي الوجدان، اللي هو السؤال اللي حضرتك طرحته في بداية الحلقة. الجانب الثالث أنه يقوم على التسليم، والتسليم معناه من وجهة نظري أنك تحيد العقل جانبا أو بتركنه، يعني لأن العقل ليس له دور في هذه المسألة الآن. لماذا؟ لأنه المعتقدات عموما بتقوم، أو المقدس أي مقدس بيقوم على سردية مقدسة، يعني
كل واحد بيسمي سردية الثانية أسطورة، لكن السردية بالنسبة لصاحبها بتعتبر حدث قديم تم في زمن ماضي وأنه حدث بالفعل يعني. لكن مثلا أنا أنظر لسرديات المصريين القدماء على أنها أساطير، واليهودي ينظر إلى سرديات المسيحي أو المسلم على أنها أيضا أساطير. فأي دين هو فيه مكون أسطوري اللي هو القصة اللي هي بيعتقد أنها تمت في سابق الزمن أو ما قبل التاريخ المشهود أو المعروف أو تمت داخل التاريخ يعني، لكنها تمثل حدا فاصلا بين زمانين، زمان المدنس أو الزمان الدنيوي والزمان المقدس. الجانب الآخر في أي دين هو المعجزة. المعجزة هي جزء من أي ديانة من الديانات. الجانب الثالث وهو الطقوس. الطقوس بتعمل دائما على إحياء الدين في الذاكرة التاريخية. أي دين بلا طقوس يموت. فالطقس يعمل دائما على إحياء، أو العبادات يعني يعمل دائما على العبادات، الأعياد، كل أنواع الطقوس المرتبطة بالمقدس تقوم بإحياء الدين أو العبادات أو المقدس نفسه في الذاكرة التاريخية. فأي دين هو يتضمن هذه الأمور الثلاث. لا ننسى أن الديانات الثلاث اليهودية والمسيحية والإسلام في ارتباط بينها، في ارتباط كبير يعني بينها وبين بعض، في صراعات لكن هذه الصراعات هي مرتبطة بنقطة جوهرية، وهي أنه كل أصحاب يعني كل أصحاب ديانة من هذه الديانات يعتقدون أنهم الأقرب إلى الله، فكرة الاصطفائية يعني، ويعتقدون أن كتابهم هو الكتاب يعني الأكثر قدسية، رغم أن القرآن يعتقد بأن أو يؤمن بأن أو يذكر بقية الديانات، والمسلم يؤمن بالديانات السابقة، ومع ذلك يظل هناك صراع بين أصحاب الديانات الثلاث. هذا الصراع أنا في رأيي هو صراع حول فكرة الحقيقة المطلقة، حول امتلاك الحقيقة المطلقة. هذا الصراع أيضا له أبعاد سياسية وأبعاد ممكن تسميها براغماتية أو انتهازية، مرتبطة بالمصلحة ومرتبطة بالصراعات السياسية، واللي بدأت من زمان قوي يعني من فترات طويلة عبر التاريخ. لكن هناك مشترك بين هذه الديانات الثلاث يعني. يمكن حالة صديقنا الدكتور رحومة إنه هو كان مسلم وتحول إلى المسيحية، يعني هي دي النقطة مختلفة طبعا عن السياق اللي أنا بقول إن الدين موروث، أنه بيعتمد على العاطفة، بيعتمد على المسلمات وإلغاء العقل. لكن في حالة الدكتور رحومة هنا بنجد حالة خاصة أنا لا أناقشها طبعا للسبب، وهو أنني أحترم أي إنسان أولا، وثانيا أحترم أي عقيدة من العقائد، وأنا لا أناقش هذه العقائد دلوقتي يعني. أنا يعني لا أتحدث عن المعجزة التي تحدث عنها أنه يعني رأى المسيح أو شاهد المسيح، هذه مسألة تخص أشبه تماما بالمتصوف اللي يقول لك أنا يعني بعيش حالة خاصة، أو يعني زي السهروردي والحلاج وغيرهم من المتصوفة الكبار اللي كانوا بيقولوا بمعجزات. هذه المسائل أنا لا أناقشها، لأني أعتقد أن كل إنسان حر في هذه المسألة، وحتى الدين الإسلامي نفسه لا يمنع أو لا يجبر أحدا على اعتناق العقيدة من العقائد. وهناك من الآيات ما يشير إلى هذا، مثل لا إكراه في الدين، من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، وغيرها من هذه الآيات. فهي مسألة الإيمان هي مسألة داخلية، هي مسألة لا تحتاج إلى إن أنا أبرهن عليها ببراهين علمية أو براهين عقلانية. ولذلك أنا بقول دايما إنه لا يوجد في المقدسات صح وغلط، يعني ما أقدرش أقول إنه الدكتور رحومة هو يعني أكثر صحة، وما أقدرش أقول مثلا عن المذهب الذي يعتنقه إنه أفضل من مثلا يعني إذا كان بروتستانتيا أو أرثوذكسيا، ما أقدرش أقول إنه أفضل من الكاثوليكي. هذه مسائل
مرتبطة بالجانب الخاص بهذه الإيمانات تماماً، زي لما أقول لك مثلاً الشيعة والسنة. أنا كمفكر وكأستاذ للفلسفة لا أستطيع أن أتحدث عن أنه مثلاً السني أكثر إيماناً من الشيعي. يعني هذه مسائل عقائدية لها احترامها ولها قدسيتها، وأنا ضد تسفيه أي مقدسات، لكن في نفس الوقت أنا مؤمن تماماً بأنه المقدس ينبغي أن يظل في إطاره المحدود وهو داخل المؤسسة الدينية، لا يخرج إلى الفضاء العام ويتحول إلى هم كما يحدث في ثقافتنا المصرية والعربية، إن إحنا مشغولين طول الوقت بمسألة معتقدات الآخر وكيف وبماذا يؤمن وهل هو صائم ولا فاطر. هذه مسائل تخص كل إنسان وحده، ويمكن ده درس أنا تعلمته من الثقافة الغربية، وهو أنه يمكن منذ البروتستانتية أصبح الإيمان أمراً داخلياً، أصبح أمراً ذاتياً، علاقة مباشرة بين الإنسان وبين الإله، لا دخل فيها لا للقس ولا للكاهن ولا للفقيه ولا لأي سلطة أخرى دينية. يعني هذه السلطات اخترعت نتيجة محاولة رجال الدين سواء المسلمين أو المسيحيين أو اليهود إن هم يبقى لهم دور في عالم الواقع. لكن إذا أردت أن تحرر المجتمعات العربية عليك أن تحيد الدين وتجعله في إطاره المؤسسي المحدود، يعني بمعنى داخل الكنيسة أو داخل المسجد أو داخل المعبد، لكن لا ينبغي أن يخلط لا بالعلم ولا بالتعليم ولا بالسياسة. هذه أمور ثلاث ينبغي تحييدها تماما بعيدا عن المسألة الدينية. نأتي لفكرة العقل، ودي فكرة مهمة جدا، إنه العقل ده جزء من المخ، والعاطفة هي جزء من المخ أيضا. يعني كلمة القلب، يعني على طريقة كامل الشناوي لما يقول لك سألت قلبي أو سألت عقلي فقال لن تراها وقال قلبي أراها ولن أحب سواها. فهنا هذا كلام شعراء يعني، وهنا فكرة القلب عندما تذكر سواء في الدين أو في الشعر أو في الأدب أو في الأغاني هي فكرة مجازية يعني، لكنها لا تشير إلى القلب، يعني بمعنى أنه هو مرتبط بالعاطفة. القلب هو عضلة وعضو زي أي جزء في الجسم الإنساني، يعني لا يختلف عن الرئة أو يختلف عن أي الكلى أو أي مكان آخر أو أي عضو آخر في جسد الإنسان. لكن كل حاجة موجودة هنا في هذه العلبة اللي احنا بنسميها المخ البشري، موجود العاطفة وموجود مراكز للمنطق ومراكز للعلم ومراكز للجنون، كل حاجة موجودة داخل هذا العقل أو داخل هذا المخ الإنساني. العقل هو طبعا مرتبط بالتراكم المعرفي الكبير جدا، ودايما احنا نقول يعني يمكن ده كلام اللي بقوله مش جديد، يعني انه العقل البشري تطور من مرحلة السحر للأسطورة وبعدين للفلسفة وبعدين العلم. ده تطور العقل البشري. العقل البشري مر بهذه المراحل من السحر، من التفكير المرتبط بالمعجزة، لغاية التفكير الأسطوري اللي هو يعني انك بتخلق تصورات عن هذا العالم وعن هذا الوجود. التفكير الأسطوري طبعا يعني هو محاولة لتفسير الواقع، ولكن تفسيره من خلال المعجزة، تفسيره من خلال علاقة الإنسان بالكائنات الأخرى بالطبيعة بالغيبيات إلى آخره. الفلسفة هي مستوى أعلى من المستوى طبعا التفكير السحري والتفكير الأسطوري. الفلسفة تطورت بعد القرن بعد طبعا مجيء علماء زي نيوتن واينشتاين وغيرهم، تطورت الفلسفة إلى العلم. يعني العلم هو يمثل يعني قمة هذه المرحلة، ويمكن ده اللي عمله نجيب محفوظ في روايته الأولاد حارتنا، إنه هو تصور مثل أوجستو كونت إنه التاريخ الإنساني بيتطور من مرحلة التفكير السحري البدائي إلى التفكير العقلي اللي هو العلمي.
العلم يمثل بالنسبة لنا دلوقتي هو يعني قمة ما وصل إليه هذا العقل. العلم هو يمثل قمة ما وصل إليه هذا العقل. الفلسفة لم تزل تحاول أن يكون لها أطروحاتها الخاصة، خاصة في مجال مثلا الإجابة عن الأسئلة الكبرى. ويمكن المرة اللي فاتت كنت أنا وإنت بنتكلم عن العبثية، والعبثية هي الانهمام والانشغال بوجود معنى لهذه الحياة ولهذا الوجود. لماذا جئنا هذه الحياة؟ ولماذا نمضي؟ ولماذا نموت؟ لأنه العلم لا يستطيع أن يجيب عن سؤال المعنى. العلم قد يحل لنا بعض الرموز الرياضية وبعض المعادلات الصعبة جدا، لكنه لا يستطيع أن يجيب عن الـ الـ الأسئلة الكبرى. الديانات بتقدم إجابات، لكنها إجابات نهائية وإجابات لا تقبل بالنسبة لأصحابها الشك. لكن الفلسفة بتقدم إجابات هي مجرد رؤية للعالم، مجرد وجهة نظر، ممكن تختلف تتفق معايا فيها، أوكي ما فيش مشكلة. يعني حتى الفلاسفة الدينيين يعني كيركيغارد وكارلي هاسبرز وجابرييل مارسيل وشيسيتوف وبولتيليش وغيرهم، يعني هؤلاء جميعا أعتقد أنهم يعني فهموا الدين من خلال رؤية عقلية، رؤية فلسفية، لكنها زي ما حضرتك أشرت أستاذ أحمد، فكرة القفزة الإيمانية. إن هو يعني حتى كيركيغارد بيقول إن هو يعني شعر في لحظة من اللحظات بالعبث، وحس إن إحساسه في هذا العالم أقرب إلى السخرة، لدرجة قال يعني ليه عبارة بيقول لك إنه جيء بي إلى هذا العالم مثلما يجيئون بعبد من عند تاجر من تجار الرقيق أو العبيد. فإحساسه إنه منتزع من جذوره، إحساسه أنه هو ضايع في هذا العالم، فمارس هذه القفزة الإيمانية. ولكن لتكن حذراً، لماذا؟ لأنه رؤية الفلاسفة للدين تختلف عن رؤية رجال الدين. حتى القديس أنسلم اللي هو كان في العصور الوسطى كان يقول لك آمن كي تعقل، كي تعقل، آمن كي تعقل، يعني لابد أن يستقر الإيمان بداخلك وبعدين تعقل. وهذا كلام يعني أنا في رأيي أنه كلام فارغ، يعني ما معنى أنه إن أنا أؤمن وبعدين ما أنت طالما آمنت خلاص أنت بتنهي المسألة، يعني لأنه دكتور حسن، دكتور حسن نعم، فاضل 5 دقائق يعني على 18 دقيقة. ده أنا لسه ما كملتش حاجة. لا لا خد راحتك، لو عايز تطول ممكن نخلي الدكتور رحومة كمان يتكلم بعديك. آه يعني أوكي. وبقول للأصدقاء يعني قرب ما الدكتور حسن بيخلص يا ريت تحطوا أسئلتكم يعني مسبوقة بسؤال، ويا ريت في الموضوع، شايف أسئلة عن نجيب محفوظ وأسئلة هنا وهناك، خلونا أسئلة في الموضوع عن الإيمان، هل هو عقلي أم وجداني أم حتى وراثي، أم أي اقتراح آخر من حضراتكم مقبول. تفضل دكتور. أنت خدت كده مني 2 دلوقتي وضيعت الفكرة اللي أنا عايز أقوله. الوقت دقيقة تانية زيادة من عندي. إحنا كنا بنتكلم في إيه؟ طيب أنت ضيعت الفكرة اللي بقولها دلوقتي. أنسلم والكلام بتاعه. أنسلم. ده بيفكرني بأحد السلفيين اللي كان بيقول إيه؟ يقول لك لما تيجي داخل في حظيرة الإيمان عليك أن تترك عقلك مثلما تترك حذائك برا المسجد. فهذه مسألة أنا شخصيا لا أقبلها، يعني لا أقبل أن أحد الشيوخ المشاهير قال العقل زي الحمار يوديك السلطان، لكن وشيخ مشهور جدا. العقل هو قيمة كبيرة جدا، وأزمة الثقافة العربية حاليا أنها ثقافة جعلت العقل في، يعني مش عايز أقول في الحذاء، لكن جعلت العقل في مستوى متدني جدا. يعني تجد أساتذة في كليات العلوم وفي كليات الزراعة وفي كليات الطب وتفكيره، وأساتذة فلسفة أيضا، تفكيره لا يختلف عن تفكير العوام، تفكيره لا يختلف عن تفكير رجل الشارع اللي هو لا يعمل هذا العقل. طبعا أنا ضد الفكرة اللي قالها الدكتور رحومة، معذرة يا دكتور،
اللي هي فكرة إنه المعرفة تعذب الإنسان. يا نهار أبيض، إزاي المعرفة بتخلق للإنسان أو تفتح له أفاقا لا حدود لها؟ يعني بالعكس، الاكتشاف نفسه فيه سعادة. التميز، أن يشعر الإنسان أنه ليس بهيمة أو ليس من ضمن أفراد القطيع، هذا في حد ذاته يمنح الإنسان نوعا من السمو ونوعا من الكبرياء ونوعا من الإحساس بالاختلاف. فبالعكس المعرفة فيها سعادة جدا. ورغم أن الناس ممكن تقول مش المعرفة بقى، الوعي قد يشقي الإنسان، خاصة لو كان في مجتمع مليء باللاوعي ومليء بالخرافة ومليء بالغيبيات ومليء بالجهل. في هذه الحالة تشعر أنه العقل قد يشقيق أو الوعي يشقيق. لكن أنا شخصيا بأرى أنه الوعي هو فيه إحساس بأنه أنا بمتلك إنسانيتي، أنا بمتلك حريتي. وهذه قيمة كبيرة جدا. يعني فكرة أن يمتلك الإنسان حريته وأن يفكر بذاته لا بالآخرين، وألا يسمح لأي سلطة إن هي تمارس عليه الوصاية، خاصة السلطات الدينية، لأنها هي التي تمارس الوصاية على الأفراد وعلى الجموع بصورة شبه متكاملة. طبعا أنا مرة أخرى، أنا لست ضد الدين، ولكن مع حرية التدين، مع حرية العقيدة. والدين مهم جدا إذا ظل في إطار الذات، إذا ظل في إطار الفرد، لكنه يتحول إلى شيء خطر عندما يتحول إلى سلطة تمارس الوصاية على عباد الله البؤساء في هذه الأرض. الناس بتحتاج إلى الدين لأنها تحتاج إلى مظلة تحتمي بها، تحتاج إلى أن تشعر في لحظة بالإحساس بالطمأنينة والأمان. ربما يكون هذا الأمان أمانا زائفا، لكنه على أي حال زي ما قال كارل ماركس في العبارة الشهيرة اللي قالها، إنه الدين أحيانا يكون زفرة أو تنهيدة البؤساء. يعني هم، يعني بعض البؤساء خاصة في عالمنا العربي وفي مصر تحديدا، بعض البؤساء والفقراء الذين ضاقت بهم السبل وسدت في وجوههم كل دروب الأمل، لا يجدون سوى هذا الملاذ، إما الانتحار أو هذا المسكن الذي يخفف من آلامهم ومن معاناتهم. أنا أشكر حضرتك يا أستاذ أحمد، وأشكر الدكتور محمد، وطبعا رحب بتساؤلات ومداخلات الأصدقاء الأعزاء من المشاهدين. جميل جدا دكتورنا العزيز، ويعني هكذا تكون المحاورات، يعني بكل حب وود، مش كما يعني تحدث في بعض الأماكن الأخرى. يعني المحاورات بتكون يعني زي ما قلت صراع الديوك. يعني ممكن يعني نشوف إشكالية، يعني إن المفروض الدين ده قضية مصيرية بتتكلم عن ما حياة الإنسان الأبدية، سواء حتى في الأديان الإبراهيمية أو غير الإبراهيمية اللي هي التناسخ. فممكن أبدأ بسؤال لكلا حضراتكم، يعني ممكن يعني اللي يحب يجاوب الأول يتفضل، وهو خاص بمسألة الوراثة. يعني هل من العدل إن مثلا أكتر من 90% من البشرية بتموت وتتولد على صدفة محضة وهو دين الأب والأم؟ فهل في هذا عدل؟ يعني إذا شفنا نسبة الناس اللي غيرت، بغض النظر أسبابها اللي غيرت من أجلها، سواء كانت عقلية، سواء كانت وجدانية، سواء كان يعني إيه كوكتيل من هذا وذاك، لكن الحقيقة الأمر إن 90% أو مش عايز أقول 99% من البشر إيمانها الديني هو يعني إيمان القبيلة الذي فيه تعصب وفيه يعني أحيانا
تطرف نتيجة أشياء هو لم يختارها الشخص. وكل إنسان تلاقيه بيقول الحمد لله على نعمة الإسلام، الحمد لله على نعمة الهندوسية، الحمد لله على نعمة المسيحية، في الدين اللي هو اتولد دون أن يختاره. فأنا شايف يعني أن غالبية البشر لا عقلا ولا وجدانا، هي المسألة انتماء قبلي، انتماء يعني هوياتي مرتبط بلحظة الصدفة. فهل هذا عدل؟ ويعني المشروع بتاع الفكر الديني هل إذا قام على هذا ده شيء جيد؟ يعني مين يبدأ الكلام؟ ناخد الدكتور حومة عشان نمشي بالترتيب اللي السابق، وبعد كده الدكتور حسن ختامها مسك. تفضل يا دكتور حومة. انت قافل مايكك، استنى. انا مش قافل، انت اللي قافل. انا ما قفلتش. ايوه انا بقفل لما حد بيتكلم، بنقفل الاخرين. انا عايز بس استاذن الدكتور حسن بكل الحب، يعني هو عارف يعني كم اقدره واحترمه. بستأذنه في نقطتين بس انا عايز ارد على حضرتك فيهم. انا مش موافق ابدا على ان الدين تفكير بدائي او اسطوري، او يعني اشعر بتقديم المؤمن وتحجيمه وتصويره في صورة انه بدائي. لا احنا بنتكلم يعني برضو انا برضو مش موافق على ان انك انت بتلجأ في موضوع الدين الاسلامي ما فيش اكراه. لا اكراه ونص كمان. ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلن يقبل منه، وان الدين عند الله الاسلام، وانا مرتد بحكم القرآن ومفروض اتقتل. ولذلك انا هنا ليه؟ انا سبت بلدي ليه؟ ان انا مرتد وارادوا قتلي. فما فيش الكلام بتاعه. وانت عارف ان الاسلام نشأ بحد السيف، مع احترامي دول اهلي وحبايبي، لكن انا بعقب بس على النقطتين دول، وارجو انك تتقبلهم بصدر رحب كما عاهدتك دائما. السؤال بتاع حضرتك استاذ احمد اللي هو دين بالميراث، ولذلك الحاجه اللي حضرتك لازم تبقى واخد بالك منها ان المسيحيه اختبار شخصي. يعني كل مسيحي بالميراث انا بعتبره مسيحي اسمي، والغالبيه المؤمنين بيعتبروه كده. لازم لقاء خاص مع الله، لازم اختبار شخصي، لازم تجربه شخصيه، مش موضوع ميراث. فلذلك انا بأنفي دي عن المسيحيه. المسيحيه كلنا المسيحيين اخوات كلهم بيتولدوا بالميلاد، مسيحيين بالبطاقه، لكن معظمهم في حال تاني. لكن امتى بيبقى مسيحي؟ لما بيحصل لي لقاء مع الله، اختبار شخصي، تجربه شخصيه، شهاده، بيغير كل حياته، بيعلن ميلاده الجديد، بيولد من جديد بالتعميد وبقبوله السيد المسيح. شكرا. جميل جدا. نسمع الدكتور حسن ونفس السؤال، ولو عايز تعقب على كلام الدكتور رحومة أهلا وسهلا. وبالنسبة لحكاية السيف، الحقيقة أنا ليا مجموعة محاضرات إن الأديان كلها انتشرت بالقوة، يعني قوة السيف أو قوة السلطة، ولم ينتشر دين يعني إلا في جماعات قليلة إلا بكده. فنسمع مرة ثانية. أنا طبعا مش عايز أدخل في نقاش حول مقدسات سواء الإسلامية أو المسيحية، ولكن طبعا أي نص ديني سواء في الإنجيل أو في القرآن أو في الأحاديث، أنت ممكن تأخذ منه حاجات تؤيد وجهة نظرك وحاجات ضد وجهة نظرك يعني. وهذه مسألة يعني بتخضع لنقاش عقيم ولا جدوى منه. فخلينا في نتكلم على أرضية الفكر. بالنسبة لكلامي عن البدائية أو التفكير البدائي، ده تاريخ يا دكتور محمد، تاريخ موجود، يعني بمعنى أنه قبل حتى الديانات السماوية اللي احنا بنعترف بها كان في الديانات التوتمية موجودة في يعني في مراحل متقدمة جدا في التاريخ الإنساني. يعني بدايات الحياة الإنسانية بدأت من مراحل متقدمة جدا في التاريخ
أو بدايات يعني بعيدة بشكل كبير جدا. وفكرة ودي كتابات كتير يعني ممكن حضرتك ترجع ليها عن الديانات التوتمية اللي هي كانت سابقة لفكرة وجود يعني سردية مقدسة وجود خالق بالمعنى سواء بالمعنى اللي بتعتقد به المسيحية أو الإسلام. في كل هذه الحالات احنا بنتكلم على جانب أنثروبولوجي أو مرتبط بتطور العقلية البشرية وتطور العقل الإنساني. بالنسبة بقى لصديقنا الأستاذ أحمد وهو السؤال عن أنه الفكرة الدين الموروث يعني هل هي عدل؟ يعني هو يعني ربط العدل بالموضوع ده أنا مش قادر استوعبه، لكن هو بالتأكيد أنه الدين قايم على فكرة التنشئة، على فكرة التوريث، حتى أنه الطفل الصغير لما بيلقن ببعض التعاليم الدينية أو إذا كان في المسيحية بيعمد، في الإسلام حتى الطفل أول ما بيتولد بيكبره في ودانه على أساس أنه هو يعني يبتدي ينشأ على هذه النشأة. هنا الطفل بيبتدي يتكون بهذه الصورة، فحتى لما بيكبر بيبقى صعب جدا أنه هو يتخلص من هذه العقيدة أو من هذا الإحساس الإيماني، لأنه بقى جزء من بنائه العصبي والجسداني وبقى متأصل جواه بشكل كبير جدا يعني. وعلى مستوى التحليل النفسي ممكن تقول أنه بقى جزء من بنائه البناء اللاواعي أو اللاشعوري للإنسان. وحتى في ناس كتير جدا ممكن يعني من المفكرين ممكن تلاقوا طول حياته متشكك أو ملحد أو بتاع، وفجأة تلاقيه تحول إلى الإيمان، وده بيحدث لدى بعض المفكرين اللي ممكن تسميه في التحليل النفسي بعودة المكبوت، لأنه أحياناً تعرف الثقافات بتعمل تراكم تراكم تراكم، فبيغطي على هذه البدايات الدينية لكنها لا تموت، تظل موجودة وبتعمل داخل الإنسان. وحتى الملحد نفسه ممكن لو دخل أوضة ضلمة جايز يقول لك بسم الله الرحمن الرحيم، مفيش مشكلة. ليه؟ لأنه المسألة دي موجودة متجذرة في الأعماق الخاصة بالإنسان. طبعا يعني أنا يعني مقتنع أنه زي ما قلت أنه الديانات الإبراهيمية الثلاثة والديانات الوحي الثلاثة في ارتباط بينهم يعني، فربما ده يعني يكون سببا في انتقال بعض المسلمين إلى المسيحية أو بعض المسيحيين إلى الإسلام، لأنه المسألة أنا في رأيي لا تختلف كثيرا، ربما تختلف لدى صاحب العقيدة لأنه حاسس بها، لكن أنا كواحد يعني بناقش الموضوع من الخارج المسألة بالنسبة لي ممكن ما كنش مستوعبها بشكل كويس، لأن زي ما قلت تجربة دكتور محمد هي أنا بعتبرها تجربة خاصة يعني تخصه يعني، ولن أناقشها لأنه طبعا يعني أنا أحترمه كإنسان وأحترم عقيدته أيا كانت هذه العقيدة، ولذلك لا أتحدث في هذه المسألة. لكن في نهاية الأمر هي بالتأكيد أنها مرتبطة بجوانب عاطفية لا جوانب عقلانية، وترتبط أيضا بجوانب خاصة به هو يعني كتجربة خاصة، ممكن سميها تجربة روحية سميها تجربة عاطفية، لكن هي تجربة خاصة، وهي أنا لا أستطيع أن أصف مثل هذه التجارب بالصح والخطأ، لأنه الصح والخطأ ينطبق فقط على الجوانب العلمية الخاضعة للتجربة، لأنه في بعض الأمور العلمية كمان ممكن ما تقدرش تجد فيها نوع من الحسم النهائي، وحتى في العلم بنسميها فروض معلقة. وطبعا رجال الدين بياخدوا الحتة دي ويقول لك ما العقل هو عاجز، هو العقل ما قدرش يوصل لنتيجة حتمية. العلم لا يصل إلى يقين، العلم يصل إلى يقين نسبي، رجال الدين فقط هم الذين يتحدثون عن اليقين المطلق، اليقين النسبي هو اليقين الخاص بالعلم. نحن في كل لحظة ممكن نكتشف أمور جديدة، ويأتي المستقبل ليدلل على أن هذه الاكتشافات ربما تكون اقتربت من الحقيقة لكنها لم تصل إلى الحقيقة كاملة. ولذلك أنا دائما أقول هذه العبارة، أقول ربما الأجيال القادمة تنظر إلينا نحن يا من نظن أننا قد وصلنا إلى قمة العلم على أننا لا نختلف عن القردة والكائنات الأقل من الإنسان.
جميل جدا. ايوه جميل جدا يا دكتور. ويعني ممكن في احد الاسئله بدات تيجي على اللايف، لكن هناخد يعني ايه مداخله اخرى مني كده صغيره حول الاشكاليه، وهي اشكاليه انه هل يمكن الانسان يعني سواء عن طريق العقل او عن طريق الوجدان ان يجد بديلا للاديان الموجوده فيعيش الانسان بلا دين اساسا ويكون مطمئن ويعيش حياه سعيده ويحاول يجد التفاف حول الاسئله الوجوديه بشيء ما من العزاء، سواء كان يعني في روحانيات اليوجاويه اللادينيه او يخترع لنفسه هدف اخر للحياه غير الهدف اللي بتضعه الاديان اللي هو بالمناسبه متناقض. يعني كل دين بيضع هدف، في هدف العباده، هدف الخلاص، هدف المحبه، هدف كل دين بيحط التوحيد الاله او عدم توحيده، ايمان بمجمع من الالهه المتعدده، اشياء كثيره. فهل يمكن ان نعيش في عالم بلا اديان؟ ونحن نعلم جميعا ان علماء الغرب في اواخر القرن 19 توقعوا ان القرن 20 على نهايته هيختفي كثير من الاديان، وهذا الاحتمال يعني او هذا التوقع لم يحدث، رغم ان خلال القرن 20 زاد عدد اللادينيين على الكوكب اكثر من 8 اضعاف. كان في اول القرن حوالي 2%، اخر القرن اللادينيين على كوكب الارض اكثر من 16%. فنسمع مداخلة من الدكتور رحومة، هل عقلانيا او وجدانيا ممكن الانسان يعيش بلا دين ولا هذه مسألة مستحيلة؟ ونسمع بعد كده الدكتور حسن. انا بس انا يعني بتعجب ازاي 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 هذا الغرور بالعقل، الى اين سوف يأخذنا هذا الغرور بالعقل؟ الغرور بالعقل هو اللي هيون. انت بتقول في مستقبل ايه؟ مستقبل ايه لما احنا هنفني بعض بالعلم اللي انت معجب بيه ده؟ هنفني بعض. العلم لم ينجح في توفير السعادة والرفاهية للبشر، لم يستخدم الا من اجل قتل البشر وذبح البشر وانهاء احلامهم المشروعة ولا مشروعة حتى. اي عقل هذا الذي اركن اليه؟ انت عارف ده بيفكرني في ايه؟ الانسان اللي بلا دين ما ياخدينك حتى اي حاجه، اي جواك فعلا اعبد البقره، اعبد السحلايه، بس في حاجه ليك كبير. انا بعتبر الدين ده انت ليك كبير، ليك كبير. لما تبقى كبير نفسك انت هتحطم نفسك، لان انت خلاص زي ما بيقول اقبال، اكنك تقول اقبال شاعر التصوف الاسلامي، اذا الايمان ضاع فلا امان. كمل يا دكتور. ما انت خلاص بقى، انت بتقائد نفسك، اله نفسك. شوف بقى لما انت تبقى اله نفسك بقى زي ترسم حدود الكون. ف بلا دين، حياه بلا وجدان، حياه معتمده على العقل فقط، فيها انتهاء حياه الانسان على الارض، ودي الفترة اللي احنا قادمين اليها. انت شايف؟ طب فين العلم؟ فين العلم؟ الناس بتموت من الجوع. 50% في ناس في افريقيا بيموتوا من الجوع. فين العلم؟ فين العقل؟ وصلنا لفين؟ وصلنا لفين؟ جنبك دول بتصرف بسفة، بسفة. يعني فين العلم هنا؟ انا مش هقول اخلاق، انا عايز العلم بقى يتصرف انه يخلي في نوع من، ما هو لازم العلم بقى يتصدى للمشاكل دي. ما انت استبعدت الدين، خلي العلم بقى يتناول الامور الاخلاقيه دي ويقول للناس العدل، اخوك الانسان بيموت. لا حياه بلا دين، لا حياه بلا اله. عندما تعلن موت الاله فانت مت حقيقه. شكرا لك يا دكتور رحومة. نسمع الدكتور حسن ويتابعنا اكثر من 500 انسان. اتفضل يا دكتور. كلام الدكتور رحومة، لا حياه بلا دين، يعني دي يمكن اخر حاجه قالها، وهو بيعتبر ان يعني بيحصر الوجدان في، او بيحصر
بيحصر الوجدان في الدين، يعني هو بيختزل الوجدان الإنساني كله في الدين، في حين أنه في حاجات تانية كتير جدا في وهو أستاذ أدب في الأساس، يعني الدكتور رحومة أستاذ أدب، ولذلك يعني أذكره بأنه الأدب والشعر والمسرح والسينما والموسيقى كل الفنون هي جزء من هذا الكيان الوجداني اللي هو يعني بيخفف من جفافية العلم أو من غلواء النزعة المادية اللي ممكن تبقى موجودة في العلم. لكن أنا اللي عايز أقوله لحضرتك يعني أنه فكرة أن احنا نلعن العلم دي فكرة سهلة جدا يعني. لا. وده حدث في أيام الكورونا، في أيام الجائحة بتاعت كورونا، كتير جدا من رجال الدين سواء في المسيحية أو في الإسلام كانوا بيقولوا ده غضب من عند ربنا، وإنه يعني ربنا أداكوا حاجة بسيطة قوي اللي هي حتة فيروس كده خلاكوا محدش يقدر يلمس أو يلط صاحبه أو صديقه وما يقدرش يقرب منه، خلق عزلة بشرية وإلى آخره يعني. طبعا يعني أنا مش هناقش دلوقتي الموضوع بتاع اللي هو الدكتور حسن اختفى أو رجع يظهر داس بالغلط على شيء في الشاشة اختفى. فيعني يعني أنا ممكن أقول في الموضوع ده هو إن الإنسان هو بيحتاج إلى يعني منهج معين يعيش من خلاله أو رؤية أو لا. معنى معنى يعني الإنسان هو يصنع المعنى، وده من وجهة نظري المتواضعة يعني ايه استغليت فرصه ان انت دكتور فقلت كده حاول كلمتين بس اسمح لي اكمل كلامي بس اكمل كلامك. فالعلم هنا بريء، العلم انا بشبهه دايما زي السكينه، يعني سكينه انا ممكن اقطع بيها تفاحيه وممكن اقتل بيها انسان، الديناميت ممكن اشق بيه الطرق جوه الصحراء وممكن ادمر بيه مدن وقرى وابرياء. يعني المشكلة هنا في إيه؟ المشكلة لا تكمن في هذا الاختراع، لأن هذا الاختراع بريء، بريء تماماً يعني. لكن المشكلة في دخول للأيديولوجيا أو المعتقدات الدينية والسياسية في المسألة، هي دي اللي أفسدت العلم وحولت العلم إلى أداة للتدمير، لدرجة أنه الأسلحة اللي موجودة في العالم دلوقتي تستطيع أن تدمر الكرة الأرضية بمجملها. السؤال هو أليس الصراع الموجود في منطقة الشرق الأوسط تحديدا يعني هو صراع مرتبط بصراع المقدسات الثلاث؟ يعني الأزمة اللي احنا عايشين فيها والأبرياء اللي بيذبحوا ويقتلوا داخل قطاع غزة، أليس هو صدى لهذا الصراع الأيديولوجي الديني ما بين اليهودية والإسلام؟ أليس ما تفعله أمريكا في أفغانستان قبل كده أو في العراق أو في والمؤامرات الكونية اللي بتدار، ألا يوجد وراءها أيضا الغرب المسيحي؟ أنا لا أريد أن أستخدم لفتات دينية، أنا معلش اسمح لي، لا أريد أن أستخدم لفتات دينية ولا أحب، لكن الكلام حضرتك بيستدعي إلى المشهد هذا الكلام. يعني بمعنى أنه من خلق أو من أوجد ما يسمى بتنظيم داعش؟ من أوجد تنظيم القاعدة؟ هو الولايات المتحدة. ليه؟ لأنه هذه الخطة لو سمحت خطة قديمة موجودة من يعني من ثمانينيات القرن الماضي أو سبعينيات كمان. هذه الخطة هي تستهدف تقسيم هذا العالم، ورغم الخلاف بين المسيحية واليهودية إلا أنك تجد في أمريكا نوعا من التقارب بين أحد الطائرات التي سميت بالمسيحية اليهودية أو المسيحية الصهيونية. فهنا لا أنت، أنت قدام لا لا سمعت لعب بالمقدسات، لعب بال مقدسات على أعلى مستوى أدى إلى دكتور إنه رحومة هتجاوب بعد ما يخلص الدكتور. أما اتفضل يا دكتور، أنا ما فيش مشكلة. التلاعب بالمقدسات، فدخول الدين في المعترك العلمي وفي المعترك السياسي هو الذي أطفى على العلم هذه الصورة،
لكن العلم بريء. العلم زي بالضبط كده زي الموبايل، انا ممكن الموبايل ده يعني اعمل عليه حاجات ثقافيه، وممكن استخدمه في تهكير الصفحات الناس والاذى والمؤامرات والنصب والسرقات، ممكن جدا. فهذه الاله هي اله بريئه، هي دي احد نتاجات العلم. احد نتاجات العلم ان انت حضرتك في امريكا والدكتور احمد في الاسكندريه وانا هنا في 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 الشرقيه، ومع ذلك بنتواصل مع بعض. يعني ده احد نتاجات العلم، ولذلك العلم يعني مهم جدا في حياه الانسان، لانه هو 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 احد نتاجات هذا العقل. واذا كان العلم بيستخدم في الافناء او في التدمير، هذه نتيجه راجعه لدخول الايديولوجيا، سواء الايديولوجيات دي بقى تسميها الليبراليه الجديده، سميها اليهوديه، سميها الاسلاميه، سميها المسيحيه، ايا كان، اي ايديولوجيه، اي معتقد. يعني كلمه الايديولوجيا انا بستخدمها هنا بمعنى العقيده، يعني العقيده السياسيه او الدينيه، دخولها في هذه المساله ادى الى هذه النتيجه المروعه، وهي وجود اسلحه بيولوجيه واسلحه جرثوميه واسلحه ذريه واسلحه ما اعرفش كذا، وحاجات ربما يعني ياتي المستقبل بحاجات ابشع واسوأ طبعا يعني. لكن انا يعني شخصيا انا مؤمن او اؤمن بانه الانسان يعني زي ما قال هيجل في احد كتاباته، يقول لك ايه، يقول لك ان اليد التي احدثت الجرح هي التي تداويه، ان اليد التي احدثت الجرح هي التي تداويه. ورغم انتقاداتنا للعقل الغربي او للمنتجات الخاصه بالعقل الغربي يعني، لكن يظل العقل الغربي هو العقل الوحيد حتى هذه اللحظه القادر على نقد ذاته، على عكس العقل العربي هو عقل نرجسي، عقل صنمي، لا يؤمن بفكره انه ينتقد ذاته في كل لحظه. العقل الغربي، ولذلك تجد ميراث مدرسه فرانكفورت كلها، النظرية النقدية كلها قايمة على نقد العقل الغربي ونقد ميراث التنوير. برغم ان احنا دلوقتي يعني عندنا موجات من المثقفين يقول لك يعني ان احنا عايزين نعمل تنوير وحداثة وما اعرفش وكذا، لكن العقل الغربي رغم كل شيء هو عقل ينتقد ذاته، ودي مسألة مهمة من وجهة نظري. يعني احنا العقل العربي عقل نرجسي وعقل استمنائي، يعني بيعيد تصوراته الماضوية وبيعيد أفكاره السابقة، يكتر مثل الجمل، وهو رمز طبعاً للصحراء العربية. فدي مشكلة يعني، لكن ليست مشكلة العلم يا دكتور محمد إطلاقاً. أنا لا أدعو إلى التجهيل ولا أدعو إلى عدم استخدام العقل، أنا فقط لا أريد أن أعطي القيادة للعقل فقط، أنا أريد أن تكون القيادة للعقل والقلب معا، للعقل والوجدان. أنا نحن في حاجة، أنا بس حضرتني حاجة عن أمريكا، أنا لا أدافع عن أمريكا، نعم أمريكا هي التي من صنعت داعش، أمريكا هي من صنعت القاعدة، أنا لست، لكنك يعني عملت مقدمة أنا آسف أنها مش مظبوطة، فلذلك وصلت النتيجة مش منطقية، وهي ان امريكا المسيحية هي، لا امريكا عمرها ما كانت مسيحية، وانت اعتقد جيت والاستاذ احمد جاء امريكا، امريكا عمرها ما كانت مسيحية ولا تمثل المسيحي، بالعكس ده امريكا ضد المسيحية في كثير من الاشياء. لكن انا اللي انا عايز اقوله، محتاجين الاثنين يا استاذ احمد، محتاجين الاثنين يا دكتور حسن، محتاجين ندي القيادة للاثنين يمشوا جنب بعض، يعني بخط متوازي يمشي جنب بعض، ما اقدرش استغني عن ده عشان ده. يعني مثلا سبينوزا، وانت درسته، وانا عارف انك مره اتكلمت عنه، سمعتك مره، مش هو اللي بيقول الكراهيه تزداد اذا قبلت بالكراهيه، والكراهيه تزول اذا قبلت بالحب؟ ده مش ده الاخلاقيات دي جت منين؟ ده قالها المسيح، أحبوا أعدائكم، باركوا لعينيكم، صلوا من أجل المبغضين. إحنا محتاجين نفرمل العقل بشوية أخلاق وحكمة عشان نستمتع بهذه الحياة. يا عم مش تديني وقتي،
انت انت لا ما انت هذا بص اضطهاد هذا اضطهاد لا مش اضطهاد اهو اثنين ضد واحد انا عايز خلص كلام مباشره ماشي خلاص خلاص انا هديك الكلمه تاني دلوقتي على فكره هتشوف ان احنا انا حطها الدكتور حسن ماشي يعني لا شوف دلوقتي اهو المحور الثاني وهو مرتبط بكلامك بالمناسبه عشان كده انا بحاول اعمل يعني مدخل صغير وبدي لحضرتك الميكروفون وبعد كده الدكتور حسن في الموضوع يعني تطوير اه كتبتها غلط هل يمكن تطوير الاديان من اجل ان تكون اكثر انسانيه يعني احنا شفنا يعني انت حضرتك ضربت امثله بالعلم والدكتور حسن تكلم عن نفس الامثله فال يعني العلم فعلا ممكن يعمل قنبله نوويه ممكن يخلي ناس حلوه زي حضرتك والدكتور حسن اتقابل معاهم واتكلم اكننا قاعدين على المقهى في الأسكندرية ويشترك معانا ناس من حول العالم أكثر من 500 إنسان الآن بيشوفونا حول العالم لهذه الجلسة فالعلم فعلا ممكن يكون له زي ما بيقولوا سايد إفكت كده زي الأدوية اللي عندي دي اللي ممكن ليها حاجات مفيدة من ناحية ومن ناحية أخرى ممكن تكون تسبب أضرار جانبية لكن ألا تتفق معي سيدي والدكتور حسن أيضا له نفس الكلام يعني يعلق عليه أن الأديان أيضاً لها نفس الإشكالية أنها مثل الدواء يعني الدين اللي بيبقى سكر خفيف أو على الريحة بيبقى أكتر لما بيبقى زيادة أو مظبوط بيؤدي إلى كوارث وغزو وسبي وحروب صليبية ومحاكم تفتيش ومحرقة وقتل من أجل الردة واضطهاد للأقليات حتى الأقليات اللي من نفس دينه يعني المسيحيين شوفنا في التاريخ مسيحيين يضطهدون مسيحيين شفنا في التاريخ مسلمين يضطهدون مسلمين ناهيك عن اضطهاد الدين الآخر انت سؤالك ايه هل ممكن تطوير الدين سؤالي بقى هو هل يمكن ان احنا نجعل العالم اكثر انسانية زي ما بنطالب بتهذيب الثقافة العقلية والثقافة العلمية من اجل ان تكون ثقافة في خدمة وسعادة الانسان إن هذه الأديان التي ورثناها من العصور الوسطى وهي كانت أكثر عنفاً من أديان العصور القديمة إن إحنا يعمل لها تشذيب وتهذيب وهذا فعلته للأمانة بعض الطوائف المسيحية في الغرب نتيجة الصراع اللي حصل في الغرب مع أمثال من ذكرت يا دكتور حومة سبينوزا وكانت فأصبحت هناك مسيحية مدجنة مسيحية لا تؤمن باضطهاد الآخر حتى قال البابا فرانسيس أن الملحدين قد يدخلون الجنة فاتفضل يعني هل ممكن أن احنا نتلافى السايد افكت السيء للأديان ولا لا؟ أنا أطمنك أن الشيخ جمعة نفسه أعلن امبارح قال كده كمان أعلن امبارح هقولها بس سمعتني ماشي خلاص النار هتقفل خلاص بتاع النار هدور على كده قال ممكن ربنا لو عاوز يلغي النار خالص ممكن يلغيها يعني ألغي الجحيم طيب خليني انا بس ارد على ما احنا مش هو مش المطلق. لا مش كده انا بناقش معاك انا ما تاخدش الكلام بص انا عايز حضرتك تعرف ان المسيحية مش دين ما أنا ما الدين الدين لي أضراره إذا توغل فيه إذا خدوا حرفي إذا ويقول لك الحرف يقتل الدين المسيحية مش دين المسيحية علاقة مع الله علاقة مع ربنا علاقة تحس إن ربنا فيك هو اللي بيحركك هو اللي بيوجهك فعمري ما كانت المسيحية دين ولكنها سلوك وتعايش مع الله حتى الكتاب المقدس مش بنعتبره نص مش بنعتبره تكست الكتاب المقدس بنعتبره لا ده المسيح ولذلك لما حد مؤمن يقرأ الكتاب المقدس هيطلع هيحس انه بيشوف نفسه في الكتاب فالمشكلة تطوير الدين دي حاجة داخل كل دين قلائل جدا الذين يتمسكون بحلاوة الدين جمال الدين احترام الدين الآخر قلائل جدا معدودين فليس الدين زي نظريات يجب أن تتطور ويجب أن تشذب وتهذب
وتقص أجنحتها. لا مش ده، مش ده الدين أو المعتقدات. أنا أتكلم عن المعتقد المسيحي، ده وحي نزل من السماء على التلاميذ الأربعة، الرسل الأربعة اللي كتبوا الإنجيل، الأناجيل الأربعة، واخد بالك؟ فأنا مؤمن إنه أطور في إيه؟ أطور أنا سلوكي، أطور أنا حياتي، أطور أنا علاقتي مع ربنا، ألتزم أكتر بقراية الكتاب، بالصلاة، بالحياة الروحية، لأن هي دي الوحيدة اللي تقدر تشذب الإنسان وتخليه يعيش كده منطلقا كده وزي النسر بيطير. لكن هقول لك حاجة يا دكتور حومة قبل ما ننقل الكلام للدكتور حسن، إن البابا فرانسيس اللي هو أكبر طائفة مسيحية، يعني لعدل الكاثوليك وحدهم قد المسلمين كلهم بطوائفهم، الكاثوليك وحدهم يعني من غير البروتستانت والأرثوذكس، فالكاثوليك اللي هو أكبر قامة مسيحية على كوكب الأرض اللي احنا عايشين فيه دلوقتي، يعني لو الراجل ده كان جه في العصور الوسطى أقسم بالله، يعني أقسم لك بالله غيرحاني زي ما بيقولوا، إنه هو هيتدبح، كان هيتدبح زي برونو، وكان هيتبهدل آخر بهدلة على هذه الارتقاط التي يقولها أن قصص الكتاب المقدس رمزية، أن الملحدين يدخلون الجنة، كل هذا الكلام. فلست معي حضرتك دلوقتي إن يعني، وأنا بجيب يعني مش مجرد واحد مسيحي كده شاطط يمين ولا شمال، أنا بجيب لك أكبر قمة مسيحية على كوكب الأرض وهو بابا الكاثوليك، طور الدين، ألست معي في ذلك؟ ده مش تطوير يعني، كاثوليك هو مش آباء العصور الوسطى غير كاثوليكية فرانسيس. أنا, 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 أنا أنت بتقول لي قامة، لا هو أكتر عددا مش أكتر قامة، الكاثوليك مش أكتر عددا، مش أكتر قامة أكتر عددا، إنما كل واحد ليه مفهومه اللي جواه، ها دينه جواه، مسيحه جواه، بيحركه. إنما ما أقدرش أقول تطوير، لا تطوير ازاي، لا تطوير اخلاقياتك، سلوكك، معايشتك، التحكم في تصرفاتك، محاوله التعلم كل يوم حاجه جديده، فضل جديد، كن عطوف، كن رحيم، محب للسلام، لا تشتم ولا تسيء لاحد ولا تكن بذيئا، لان المسيح كان لا يشتم، اذا شتم عوضا ما كانش بيشتم، ولا يسمع احد في الشارع صوته. ده 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 مثالنا، وده الكيان اللي احنا عايزين نكون، هو مثالنا الاعلى نحو. لو الناس عملت كده ما خلاص، ما فيش انا بقولك الكراهيه بالحب تنتهي، الكراهيه بالكراهيه تتفاقم ويولع الدنيا والكون يولع. جميل جدا يا دكتور رحومه، وانقل الكلام للدكتور حسن. ممكن قبل ما ادي دكتور حسن الكلمه كمان اقول له الكلمه اللي قالها دكتور رحومه، او مش دكتور رحومه، الدكتور علي جمعه، وهي المرتبطه بتطور خطير. يعني لو الموضوع ده اصبح معتمد من الازهر ان الله ممكن يلغي النار ولا يرى ان الخلق الضعفاء مهما كانوا سيئين يستحقون النار الابديه والعذاب الابدي، وان الملحدين ممكن ربنا يعفو عنهم ويعفو عن اصحاب الاديان المختلفه حتى التي تسمى شركيه وما شابه، يعني كلام علي جمعة اللي أنا شايفه كلام بالمناسبة جيد من وجهة نظري، يعتبر تطوير. ممكن البعض يقول لا ده هو ده الإسلام الحقيقي، كما أن البعض يقولون أن كلام فرانسيس البابا فرانسيس هو المسيحية الحقيقية، وأن أباء العصور الوسطى كانوا لا يفهمون المسيحية فهما جيدا. تفضل دكتور حسن. والله بص، أنا في رأيي أنه ما نحياه الآن في العالم في مصر يعني تحديدا هو نوع من الإفلاس، إفلاس فكري، الناس مش لاقي قضية تجتمع حواليها يعني. فطبعا بعض، مع احترامي طبعا لكل الرموز الدينية سواء إسلامية أو مسيحية، لكن بعض الناس بيحب يقول رأي كده يفرقع، يعمل هيصة يعني. وحتى تقريبا وراء الشيخ كريمة قال يعني ردد نفس الفكرة لما حس إن فيه يعني عملت صدى وعملت دوائر كتيرة لدى الرأي العام، فاتكلم برضو يعني في المسألة يعني. أنا في رأيي مرة تانية هذا إفلاس، إفلاس وتصحر ثقافي حقيقي. ليه بقى؟ لأنه أولا يعني مسألة السؤال حتى يعني عن هل يمكن تطوير الأديان وأنها تكون أكثر إنسانية، مع احترامي طبعا للي سألوا، الدين يعني مرتبط في مفاهيمه
بفكرة الفضاء العام. يعني الفضاء العام هو بيقول إيه؟ ويمكن حضرتك سألت سؤال أنا تاه بس في وما جاوبناش عليه على فكرة إنه الإنسان يعني لما يكون عايش مشكلة هل ممكن الدين يحلها له أو حاجة زي كده يعني. فهي الفكرة إيه؟ الفكرة إنه الفضاء العام اللي موجود ده مهم جدا جدا يعني. يعني إحنا بنتحرك من خلال الفضاء العام. يعني أنت حتى القناة بتاعتك أنت ما تقدرش تقول أفكار ضد ما هو سائد وإلا هتقفل. فالفضاء العام بيحكمنا في المحاذير وفي المباح وغير المباح أو المحظور، ويحكمنا أيضا في حتى طريقة التفكير بتاعتنا يعني. وبيحكم حتى رجال السياسة واللي هم يعني من بيدهم الأمر، إنه مسألة الرأي العام وسلطة الجموع وسلطة الجماهير. وأنا قبل كده سميتها ديكتاتورية الجموع. الجموع ليها تأثير كبير جدا في هذه المسألة. نيجي نرجع لفكرة تطوير الخطاب الديني، أو يعني هي يعني ممكن أنت مش عايز تقول تجديد الخطاب الديني، وأنا الكلمة دي بتعمل لي حساسية، لأنه ما فيش خطاب ديني هيتجدد يعني ما لم يرتبط بحركة ثقافية شاملة. وحتى الحركة الثقافية اللي كانت موجودة في بداية القرن العشرين في مصر يعني وقدت ولم تكتمل يعني لأسباب كتيرة طلعنا برا الموضوع. لكن خلينا هنا نقول إنه فكرة تجديد الخطاب الديني أو تطوير الخطاب الديني هي فكرة حالمة، فكرة رومانسية، فكرة نخبوية، فكرة تنتمي لهذه التربة الإفلاسية، يعني اللي هو إنه إن إحنا مش لاقيين حاجة نتمسك بها غير هذا الموضوع. يعني أنا يحضرني كان الله يرحمه الأستاذنا الدكتور صلاح قنصوة كان يتكلم لما يتكلم عن الدين يقول لك ثقافة الجلد، إنه مفروض الثقافة هي طبقات فيها الـ الأدب والفلسفة والفن والعلم، لكن أنت ما عندكش حاجة تمسك فيها غير جلدك غير الثقافة دي. ولذلك أنا في كلمة واحدة أقول لك الإنسان بحاجة للدين. يعني لا أختلف مع الدكتور محمد في رؤيته لأنه الدين ضروري في الحياة، وإحنا كلنا بحاجة إلى شيء من الدين، لأنه دي ثقافة ودي بترتبط بالفضاء العام وبترتبط بالجذور بتاعتنا ما نقدرش يعني نستأصلها تماما يعني. ممكن يعني نعدل فيها بعض الأمور ولكن لا تستطيع استئصالها تماما. ولكن المشكلة إن إحنا مش عندنا نقص في الدين، إحنا عندنا إفراط في المقدس. يعني المشكلة في الثقافة في مصر دلوقتي، إذا يعني أردت أن أشخص الوضع الثقافي في مصر، هو ليس نقصا في الدين. يعني بعض الناس لما بتحصل أي كارثة أزمة اقتصادية يقول لك إحنا كنا بعيد عن ربنا، زي ما قالوا في 67 قال لك إحنا كنا بعيد عن ربنا ولذلك هزمنا. فأي كارثة، أي مثلا كوارث تحدث، فيضانات أو بيئة مش عارف زلازل، البسطاء والجهلاء والرجال الدين سمع يعني مش عارف لفكرة إنه في نقص في التدين عند الناس. أنا يعني بقول إنه في إفراط في المقدس، وإحنا مدخلين المقدس في حاجات كتير زي ما يعني في هذا النقاش. إحنا مدخلين المقدس في العلم، مدخلينه بندخله في الأعمال الدرامية. لو ممثل غلط وقال كلمة داخل نص درامي الجموع تعلق له المشانق. ليه؟ لأنه بقت في حساسية مفرطة عند الناس تجاه مسألة المقدسات سواء مع أو ضد. الإفراط في المقدس تكلم عن مصر برضو، عند الإسلاميين وعند المسيحيين في مصر حاليا بيحدث نوع من الاستقطاب، زي ما المسلم بينكفئ على نفسه في داخل معتقداته كذلك يفعل المسيحي، كما يفعل المسلم أيضا وأنه هو يبقى متشدد كذلك تجد هذا التشدد موجود في الجانب الآخر عند المسيحيين. أنا نشأت في بيئة في المنيا كان يعني تلت المجتمع تقريبا مسيحيين، 70% من أصدقائي كانوا من المسيحيين لم يكونوا من المسلمين. ما كناش بنفرق بين
بين المسيحي والمسلم اطلاقا ولا نسال. يعني لو واحد اسمه صبحي انا ما اعرفش اذا كان مسيحي ولا مسلم، واحد اسمه اشرف ما اعرفش اذا كان مسيحي او مسلم. يعني فكره الحساسيه المفرطه دي ظهرت بعد طبعا بعد 67 في نتيجه هزيمه المشروع الناصري ونتيجه وبعدين مجيء السادات بقى والحدوثه اللي حضرتك عارفها، فبدات الهاجس الديني ده يبقى قوي جدا. وللاسف انه يعني اذا اتكلمنا على التاريخ سنجد مثلا انه المعتزله كانت تمثل تيارا انسانيا هي والفلاسفه يعني والمتصوفه ايضا في تاريخ الاسلام. يعني المعتزله لانه هم قالوا بفكره مهمه جدا، فكره الحريه، وقالوا بفكره تانية مهمه جدا هي فكره يعني الجموع الناس مش هتهتم بيها لكن مهمه في وجهه نظري، انه النص مخلوق ومحدث وانه مش قديم، ودي كانت فكرة ثورية جدا. يعني طبعا اللي استمر في التاريخ الإسلام هو أفكار أحمد بن حنبل وأفكار ابن تيمية والتحمت مع الوهابية الحديثة. بالنسبة للمسيحية نجد أن أفكار أغسطين، قديس أغسطين، فكرة مدينتان، مدينة الرب ومدينة الشيطان أو مدينة الإنسان، هي الفكرة اللي استمرت أيضا طيلة التاريخ المسيحي. وبنجد انه يعني حتى هذا الاستقطاب كان موجودا يعني في فتره السادات بالذات، كان في هذا الاستقطاب ما بين المسيحيه والاسلام موجودان بشكل قوي جدا في مرحله السادات وما بعدها. فخلاصه القول انه يمكن او يعني في لمحات ممكن تؤدي الى تطوير الخطاب الديني بحيث يصبح خطابا إنسانيا، خطاب حرية، خطاب حب. لكن هذه المسألة لم تتم يعني، وأنت مش ممكن أتكلم عن أشباح، يعني أنا بتكلم عن واقع موجود دلوقتي. أي رأي يقال سواء حتى في الجانبين سواء في المسيحية أو في الإسلام، أي رأي متحرر سيواجه بعنف وقسوة من قبل رجال الدين ومن قبل الجموع. يعني ناس كتير بدأت تنظر وتتهكم على الشيخ جمعة علشان الرأي اللي قاله، لأنه أصبح الواقع واقعا شديد التزمت وشديد التعصب على الجانبين. يعني لو واحد اتكلم على تطوير الأحوال الشخصية في المسيحية مثلا، فكرة الانفصال أو الطلاق أو بتاع، هيواجه بعنف شديد جدا يعني. ويمكن لو في ناس بتسمعني دلوقتي هتضايق من أصدقائنا من المسيحيين. ليه؟ لأنه أصبح في جمود وأصبح الـ يعني فكرة التعصب دي فكرة خطيرة جدا، لأنها ضد الحوار. وأنا مرة تانية أنا لا أقتنع بالحوار بين القدسات أو بين المقدسات، ولكن على الدولة والأجهزة السلطوية أن تحيد المسألة، أنه الدين له مجاله الخاص المقدس، لا تخلط الدين بالسياسة، لا تخلط الدين بالعلم، لأن العلم متغير ويفترض في الدين أنه ثابت. فلا يجب الخلط لا بين الدين والسياسة ولا بين الدين والعلم ولا بين الدين والتعليم، لأنه التعليم أنت يعني هتخلق في نهاية الأمر كائنا لا يؤمن بالتطور ولا يؤمن بالتغير ولا يؤمن بمعرفش يعني إلى آخره. طبعا أنا يعني لو في أي أسئلة تانية أرحب بكل الأسئلة. صوت أنا مش سامع صوتك. فتحت المايك. هي آخر نقطة في الأجندة بتاعتنا النهاردة. وطبعا يعني بشكر حضرتك والدكتورة حومة على المداخلات القيمة المفيدة اللي ممكن نختلف حولها يعني. أعتقد حوار هادئ يعني ما فيهوش أي حوار هادئ وجميل. صح يا دكتور حومة ولا زعلان مني؟ لا بعد ما نخلص المهم انا يعني الاثنين صعايده من المنيا وانا اسكندراني اللي انا عاوز اقوله يعني وهو في اشكاليه يعني. طبعا انا بايد حضرتك في مساله ان فكره التجديد دي كلمه اصبحت يعني كلمه هلهوله كده، كلمه مبتذله. احنا عايزين تطوير وانسنه، مزيد من الانسنه للأديان كلها وخصوصاً الأديان بتاعة الشرق الأوسط وخصوصاً. أنت عارف يا دكتور يا أستاذ أحمد، في الإمارات
يجرم من يسأل أي واحد دينك إيه مثلا. حاجة كويس. أتمنى نوصل لكده يعني. إن إحنا مسألة الدين دي مسألة شخصية خاصة بيك بحضرتك بدكتور محمد بي أنا كل واحد يعني مسألة بين الإنسان وبين الله. جميل جدا. طيب النقطة اللي هنسيرها دلوقتي وهي النقطة الختامية وبعد كده ناخد كلمات ختامية من حضراتكم ونرفع الجلسة، وهي مشكلة اليقين يعني العقل أو الوجدان. هل ممكن يوصل بالإنسان لليقين؟ لأن من الإشكاليات الكبرى في الإيمان الديني عموما يعني سواء كان الإسلامي أو المسيحي أو غيره، يعني لو الدكتور رحومة أو الدكتور حسن كتب كتاب وأنا مسكت كتابه ده وقريته وقلت له والله كتابك يعني 1000 صفحة جميلة جدا 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 إلا 5 ورقات مش عاجبني، وشايف إن حضرتك ما كنتش موفق وكنت غلطان فيهم، فالدكتور حسن يعني كعهدي بيه وروحه الرياضية هيكون فرحان جدا يعني. أو أنا لو أنا كتبت كتاب مثلا حتى 100 ورقة والدكتور حسن قال لي والله كتابك ده فيه 70 ورقة يعني أفكار عظيمة جدا وأنت عبقري، لكن هناك 30 ورقة يعني محتاج ترجعهم يا عم أحمد، هقول له والله يا دكتور كتر خيرك وإن شاء الله نطور الكتاب. بينما الإيمان الديني والتفكير الديني سواء في الإسلام أو المسيحية الإبراهيمي خصوصا ولعله حتى غير الإبراهيمي لازم تاخده كله، يعني لازم الإيمان. لو قلت أنا أحد الكتب المقدسة دون تسمية قلت لك والله الكتاب دوت يعني فيه أفكار كتير جميلة وأفكار كلها حب وإنسانية ما عدا 5 أفكار إجرامية من وسط 1000 فكرة، فهتقول لي يا عم أنت لازم تبقى يعني إيه مؤمن إيمان كامل حتى نقبلك في جماعتنا الدينية. وإذا قلت مثلا أن الكتاب المقدس الفلاني أو العلاني فيه أفكار إجرامية أو أفكار سخيفة أو أفكار محتاجة إعادة نظر وتأويل وتطوير تنزعج مني. فالسؤال هو هل يمكن يعني عقليا الوصول إلى اليقين في غير الرياضيات، يعني في المسائل يعني المرتبطة بالغيبيات بالموارئيات حتى بالأحكام يعني الخاصة باستعباد الإنسان لأخيه الإنسان، فكرة العبودية اللي كانت موجودة في الأديان بتاعة العصور الوسطى وحتى بعض الأديان بتاعة العصور القديمة أيضا، فهل يمكن الوصول إلى حسم لدرجة 100% ولا معظم الإيمان اللي موجود الآن معتمد على رهان باسكال اللي هو يعني كأنه راجل أمرتاجي في لاس فيغاس عارف يعني هو بيفر العملة كده يا ملك وكتابة، يعني هو كل واحد إيه وحظه والمسألة أصلا يعني هي وجدانية، لأن أنا شايف رهان باسكال مش رهان عقلاني هو رهان وجداني، يعني هو في الآخر هو بيحاول يريح ضميره يريح قلبه لكن هو يعني بيعمل رهان 50-50 وهو مش 50-50 ولا حاجة، لأن باسكال كان مغفل لأن الأديان أكثر من مئات الأديان، مش هو مش يعني مش هو الدين القلة الحمراء والقلة الصفراء، القلة الحمراء فيها عسل والقلة الصفراء فيها سم فهتعمل الرهان 50-50، لا ده أنت عندك 17,000 قلة يعني فالعملية صعبة جدا يعني، وأنت يعني هو بيتكلم على ديانته يعني هو بيتكلم على ديانته وشايف ان وبعدين هو ليها هو اللي تعامل مع المسألة بشكل براجماتي زيه زي ويليام جيمس مثلا قال لك انه وجود الله مهم لانه طبعا بيعمل قمع للناس اللي بتسرق او بترتكب المعاصي فبيعمل له، فقال لك انها فكرة مفيدة بالنسبة لي يعني نفس المنطق بتاع باسكال، قال لك انا هؤمن وخلاص يعني والله اذا جت زكاه الحكايه صح او صادقه اوكي احنا ما خسرناش حاجه يعني خدها بهذا الشكل يعني. ما كانتش برضو ما خسرش حاجه يعني صحيح، بس انا عندي صديق كان يعني بيقول لي انا خايف ادرس الدين واتعلم واطلع فاجي اموت فيسالوني الاسئله الاسلاميه اللي هو من ربك ما دينك من الرجل الذي بعث فيكم، فاجاوب الاجابه النموذجيه فيقوم الراجل اللي بيسألني يقول لي أنا بوزة يا ابن الكلب ممكن يطلع بوزة في الآخر تبقى مصيبة سودة. المهم أنا حدي الكلمة دكتور رحومة مشكلة اليقين، وهل مثلا أنت كرجل مؤمن تقبل أن واحد يجي يقول لك والله أنا دينك عاجبني بنسبة 90% و10% من دينك يعني سيء أو لا يعجبني، فهل ده ممكن تعتبره مؤمن في الجماعة الإيمانية أم لا؟ تفضل وبعد كده الدكتور حسن. أولا أنت عملت طرح يعني
مش صحيح لما بتقول انك انت كتبت كتاب فيه 30 صفحه وحشين وفيه 70 صفحه حلوين، او الدكتور حسن كتب كتاب فيه 200 صفحه حلوين وفيه 5 صفحات وحشين، فهكذا مثلا القران او الانجيل او التوراه. طبعا الكتب المقدسه دي حتى وانا كمسلم سابق انا بحترم اهلي وبحترم معتقدهم، ما اقدرش اقول اني اقارن بين كتاب وكتاب. احنا كتابنا الانجيل، التوراه، كتابنا المقدس بعهديه القديم والجديد، نزل من السماء وما فيش حرف فيه زياده، وما حدش اتدخل فيه وما حدش يطور فيه وما حدش يقدر يقول لك انا الحته دي وحشه، نشيد الانشاد وحش، مش عارف، ما فيش الكلام ده. الكتاب المقدس كله على بعضه بيكمل بعضه، بس المهم ما هو برضه محتاج انك انت تتعلمه. ما هو مش معرفه، مش علم. لا، برضه اعود واقول هو روح. لا يستطيع احد ان يقول يسوع ربي الا بالروح القدس. لازم الروح تسكن فيك عشان تفهم مغازيه ومعانيه ومراميه. في مرامي ومغازي بعيدة، وفي مرامي ومغازي قريبة، وعليك. انما اليقين، انا اعيش اليقين، انا اعيش اليقين، ولذلك دفعت ثمن هذه المعرفة او هذا اليقين اللي انا تحصلت عليه. انا اعيشه واستمتع به، واعلم ان لي مكان في السماء مع يسوع المسيح. قد يكون الكلام صعب عليكم تقبلوه، لكن انا بقول لك ان انا اللي انا بعيشه. ولذلك حتى انا ما بعرفش استخدم لغه محايده. ملاحظ زي ما اكون منفعل، بس هي دي لغتي كده. يعني بتخرج من اعصابي، من وجداني، من ما اعرفش استخدم اللغه اللي ها ما اعرفش اعملها. فدايما انا مليان باللي انا بقوله، مؤمن باللي انا بقوله، متيقن من اني هذا هو الدين الصحيح اللي ربنا جابهولي. وانا لولا كنت بدور ما كنتش لقيت. ما انا برضه استخدمت عقلي، ما انا استخدمت عقلي وقلت اللي بنعمله ده غلط، اللي بنعمله وانا مسلم غلط. طب فين الصح؟ ربنا كلمني، ربنا جابني، ربنا ظهر لي. فانا اعيش اليقين يا استاذ احمد. جميل، هنيئا لك بهذا اليقين. ويعني طبعا اليقين محتاج يعني مجهود وجداني بالدرجة الأولى. أوجه السؤال للدكتور حسن حماد ويقول لنا هل اليقين ممكن عقلا، وخصوصا في المسائل دهية الملتبسة؟ يعني بعض الفلاسفة القدام بالذات المثاليين الميتافيزيقيين، عشان كده يعني انتقدهم انتقاد لازع أوغست كونت لما قال يعني المرحلة اللاهوتية للعقل الإنساني، وبعد كده المرحلة الميتافيزيقية، وبعدين المرحلة العلمية. فإيه رأي حضرتك؟ هل أنت مع والله هبدأ بعبارة لصديقنا العزيز مرحوم نيتشه. تفضل، الله يرحمه. رضي الله عنه وارضاه. بيقول لك إيه؟ بيقول لك ليس الشك هو الذي يقتل، ولكنه اليقين. صحيح، ليس الشك هو الذي يقتل ولكنه اليقين. بمعنى انه هي المشكله تتمثل في، مش في الكلام اللي قاله الدكتور محمد بس، لا، في فكره امتلاك اليقين المطلق. وانه هذا اليقين انا شايفه صح، ولانه لا يوجد سوى مطلق واحد في هذا العالم، لذلك لن يوجد مطلق اخر. هنا تتصارع المطلقات، وهنا تأتي المشكلة من صراع القداسات، إن كل صاحب معتقد إذا اعتقد أنه امتلك يقينا مطلقا، إذن هو امتلك الرب. إذن أي مغاير أو أي عقيدة أخرى ستصبح باطلة أو منتقصة، وده ممكن تلاقي حتى داخل العقيدة الواحدة. يعني تلاقي الشيعي ينظر إلى السني على أن إيمانه منتقص، السلفي ينظر إلى الإخواني على أن إيمانه منتقص، الإخواني ينظر إلى إيمان العوام أو الإيمان العام يعني للجماهير على أنه إيمان باطل.
فنحن ندور في دائرة لا تنتهي من المطلقات. فهذه هي المسألة. النقطة بقى اللي أنا يعني عايز أقولها لحضرتك للدكتور محمد، إنه لنتحدث عن الحقيقة لا عن اليقين، لأن كلمة يقين حتى في الترجمة يقول لك دوغما، ودوغما متطلب أو متعصب. فكلمة دوغما يعني شيء صعب جدا أنك أنت تتحاور فيه، لأنه والدكتور محمد اتكلم عن تجربة هي تجربة الخاصة، هذه التجربة لها كل الاحترام تمام، لكن هي المشكلة في إيه بقى؟ إنه كيف ينقل هذه التجربة للآخر، وخاصة إذا أراد أن ينتقل بهذه التجربة عبر العقل، هي دي المشكلة. لكن هو لابد أن ينتقل للآخر من خلال الكتاب المقدس أو الإيمان، وده الخلاف الرئيسي بين الدين والعلم، إنه العلم له منهج، ويمكن التثبت من صحة الحقيقة أو بطلانها، زي ما بيقول كارل بوبر إنه الحقيقة العلمية قابلة للضحض، قابلة للنقد وللتفنيد، واخد بال حضرتك؟ يعني أنا لو عالم دلوقتي موجود في مكاني ده، والدكتور محمد عالم آخر موجود في مثلا في أمريكا دلوقتي، بنطبق نفس المناهج هنصل إلى نتائج متقاربة. فهنا في معيار للحقيقة، لكن في الدين لا يوجد معيار، ولكن المعيار هو معيار ذاتي شخصي. ولذلك يعني أنا يعني إن كنت عايز أنهي هذا الحوار، يعني أقول إنه التجربة الدينية تجربة خاصة، والخلاص الديني هو خلاص خاص، لأنه لو تحول إلى خلاص عام هتبقى حاجة زي الثورة الخمينية كده بالضبط، لأنه هيبقى دموي. لكن التجربة الدينية بالمعنى التقليدي هي تجربة خاصة، هي تجربة حسن حماد أو أحمد سعد أو محمد رحومة، تجربة خاصة، يعني هو الذي يعرف أبعادها وحدودها، وهو الذي يحياها ويعيش بأعماقها وبداخلها. وبالتالي نقل التجربة الدينية هي أنا في رأيي أنه مسألة صعبة جدا، إلا إذا كان من خلال بعض الـ يعني إيه، أنه بعض الـ اللي هي الطقوس والتعويذ والرؤى الأخلاقية والنصح والإرشاد والدعوة والتبشير وغيرها، هي دي الوسائل يعني. لكن فكرة أن احنا نتفق على حقيقة ما، هذه مسألة صعبة جدا يعني. هي ممكنة في مجال العلم، لكن في الدين لا. ولذلك أنا يعني أردد ما قلته، وهو أنه لا يوجد في المقدسات ما هو صح وخطأ، ولكن المقدس تجربة خاصة جدا ومنغلقة على صاحبها، ولها سحرها الخاص بالنسبة لمن يؤمن بها. جميل جدا يا دكتورنا الغالي، ويعني بنقارب على النهاية، حاطط لكم كلمتين كده كل واحد دقيقة يقول كلمة ختامية قبل رفع الجلسة. وأشكر حضراتكم، وأشكر طبعا المتابعين الذين يعني كانوا بين 500 و600 يتابعونا على هذه الحلقة، وإن شاء الله هيشوفها الآلاف بعد ذلك. أرجو أن يستفيدوا بالجدل اللي موجود وكل الآراء خير وبركة. وأنوه أن بكرة معانا لقاء مع المفكرة الكبيرة التونسية الأستاذة ألفة يوسف، صاحبة الكتاب الذي أثار الكثير من الجدل، حيرة مسلمة، خاصة بمسائل حقوق المرأة في الإسلام، وكتاب كمان عن بعنوان نقصات عقل ودين، ومجموعة من الكتابات، وهي يعني دكتورة في الجامعة التونسية. وبعد بكرة برضو الساعة 10 في نفس الميعاد معنا سعادة السفير الدكتور وأستاذ الفلسفة زي الدكتور حسن كده، بس مهتم بملف الحداثة والتحديث، الدكتور خالد زيادة، صاحب الكتب الكثيرة حول الحداثة والتحديث والحداثة والمسلمين والحداثة والعرب وثقافة مصر وحداثتها. وده هيكون موضوع حوارنا يوم الجمعة، وتابعونا تجدوا ما يسركم. ونترك الكلمة يعني بعد التحية والشكر للدكتور رحومة والدكتور حسن،
فنسمع كلمة ختامية من حضرتك وكلمة ختامية من الدكتور ونرفع الجلسة. تفضل. بتاعت جان روست اللي بيقول المدينة التي لا يقرأ أصحابها يصبح فيها الذباب إما. يعني ده مثال وتطبيق على جمال الاختلاف وروعة وجمال الأسلوب واللغة الراقية. حتى لو أثرت قليلا لكني ممتن لهذه اللغة الراقية الرفيعة المستوى التي أدعو الجميع. لماذا لا نتفاهم بهذا الشكل؟ لماذا لا نتكلم بهذه الطريقة الراقية؟ نحن نستطيع، نحن نملك، نحن لنا إرث حضاري. تعالوا نتكلم بأدب وبذوق ومحبة، تعالوا نبعد عن أسلوب الغوغاء والشتم وقطيع الهدوم. تعالوا نلاقي مكان، ليس لنا مكان في هذا العالم. تعالوا ندور على موطئ قدم لينا. دعنا خلاص، ده العالم طلع لفوق طلع لفوق طلع لفوق وبيتف علينا. تعالوا نلاقي مكان لينا، تعالوا، ده احنا في القاع، في قاع القاع. انا بشكركم واتمنى نعمل حلقة تانية عن الطرق اللي ممكن فيها نقد المقدس. بقى نشوف ازاي ننقد المقدس بطريقة نعرف من المقدس. انا قصدك انت يا مسهل يا كريم. المقدس عندك انا عارف، مش هسيب. طيب نسمع دكتور حسن ونرفع الجلسة. طبعا انا استمتعت بهذا الحوار واشكرك واشكر الدكتور محمد واشكر الاصدقاء الاعزاء والصديقات من المشاهدين والمشاهدات، وان شاء الله نلتقي دائما على خير. وكلنا في نهاية الامر بنسعى الى المعرفة ونسعى الى اسعاد الانسان في اي زمان او مكان. شكرا لحضرتك. يعني شكرا جميل، شكرا كثيرا وجميلا لكليكما وايضا لكل الاصدقاء والصديقات اللي تابعونا. ويعني نرجو ان العالم يكون اكثر عقلانيه، اكثر انسانيه، اكثر محبه حول العالم ودون نظر لانتماء لا عرقي او جنسي او لوني او طائفي او ديني، ونكون جميعا عندنا القدره على التعايش والحوار، ونترك ثقافة العصور الوسطى التي كانت قائمة على البغضاء والكراهية والقتل. ونشكركم ونرفع الجلسة.